السلام عليكم، واهلا وسهلا فيكم المطبخ ام عبد الله. اليوم ان شاء الله جبنا لكم اكله طيبه، يعني اكله شاميه بحت ان شاء الله. اليوم بدنا نساوي البرازق ان شاء الله، كمان بطريقه كثير سهله وبسيطه ان شاء الله. وان شاء الله هلا نبلش. بسم الله. واذا ما عندكم عجان يعني على ايدكم، يعني كثير سهله، ما بدها يعني ما هي صعبه. يعني حط ال 500 جرام طحين، 250 جرام سمنة. يلا بدي اخلطهم مع بعضهم. شايفين هيك؟ المهم يعني تخلط، تنخلط مع بعضها منيح السمنة والطحين. انا هلا هاي بدي اغطيها واحطها بالبراد، وبدنا اسوي هلا القطر مشان نعجن فيها. انا بحب هاي الطريقه هيك اساوي. هاي نص كوب مي، وعندي كوب سكر. ها نسيت اقول انا كمان هون حطيت رشه الملح، وقت اللي خلطت حطيت هون رشه الملح، نسيت اقول عليه بالبدايه. وانا هلا هدول بهاي بدي احطها بالبراد حتى تبرد ساعه، يعني مهم تبرد تمسك حالها منيح. وبكون انا هذا كمان هلا بغليه على النار وبرجع ببرده وبنرجع لكم ان شاء الله. شايفين انا حطيت هيك شي ساعة بالبراد، شايفين مسكت حالها منيح. وهذا المي والسكر انا غليتهم على النار ورجعت بردته. وهلا ان شاء الله بنحط هون شوية الخميرة، نحاول هيك ندوبها شوي. بحط لي هيك معلقة مي زهر اذا بتحبوا، اذا ما بتحبوا ممكن تحطوا شوية فانيلا كمان بصير، يعني منكه اللي بتحبوه، مي ورد، اي شيء بتحبوه. اذا بتحبوا كمان تحطوا شيء كمان بيصير، بس هذا هيك طلعت الريحه كثير طيبه. يلا نحاول هيك ندوبها شوي، وهذا بنرجعه على الدجاج. اول شيء بدي اعطيه ضربه هيك مشان يتفكك عن بعضه. يلا بس اضربه ضربه صغيره، خلص شايفين؟ نزل له هلا المي والسكر. نحاول ننزل الكمية كلياتها. يلا هلا نبلش نعجن. أول شي شوي شوي مشان ما يطرش علينا، شوي شوي. يلا هلا بعجنها برجع لكم إن شاء الله. هاي هي شايفين هذا القوام اللي احنا بدنا اياه. هلا انتم بكم بتفكروا اني هيك مريئه، هي لا، هذا القوام لان هي البرازق بتكون بتقرمش. شايفين افرجيكم اياه، هذا هو شايفين هذا القوام، هيك لازم تكون، يعني بتمسكوها بايدكم بتلزق. يلا هلا انا بدي ارجع ارجعها على البراد لا ترجع تمسك حالها وتتشرب السائل، وبنرجع نشوف الخطوه اللي بعدها ان شاء الله. يلا بما يبرد البرازق بالبراد انا منتبل السمسم. يلا حط السمسم، حطنا هيك كم معلقه قطر، واحده اثنتين. يلا بنحرك نحن وبنشوف قديش بياكل معنا قطر. لازم يعني هيك يندعك كثير منيح. تحمل كمان معلقة مش أربع معالق. شايفين لازم يصير يعني هيك مثل العجينة على بعضه. مشان يمسك معنا منيح كمان، يعني شوفوا هيك بق مي، بقها يعني ادوبها معلقتين بس مي. اصلا بشوف بتحسوني هيك تفكك عن بعضه، هذا هو. يلا
قال هلا بنطالع البراز ان شاء الله بنشتغل فيه. شايفين حبايبي هي عجينتي انا بعد ما بردتها، يعني حطيتها شي ساعة بالبراد حتى هيك مسكر، شايفين شلون ما عاد تلزق، شايفين صارت عجينة كثير حلوة. وانا هذا السمسم هون فضيته بصينية يعني هيك قدامي، وهذا الفستق الحلبي حطيته قدامي كمان، هون جهزت الصينية كمان حطيت فيها ورق زبدة، وبنبلش ان شاء الله نقطع هيك دوائر صغار، والافضل يعني ما تكبروها كثير، هي يعني حالاتها ما تكون كبيرة كثير هيك. يلا هلا نبلش ان شاء الله نوطهم بالفستق اول شيء، نرجع نقلب على الطرف الثاني، شايفين ناخذ وحده ثانيه نغطها بالفستق هيك، نرجع نقلب على الطرف الثاني هيك، نحطهم جنب بعضهم، هاي ثالثه كمان هيك، نرجع بنحطها على السمسم، نرجع نحطها هيك. يلا يلا هلا ان شاء الله انا بخلص الكميه كلها وبرجع لكم. شايفين انا خلصت الكميه كلها، شوف يعني ما شاء الله من 500 جرام طلعوا صينيتين، وهدول شوي يعني طلعت كميتهم ما شاء الله كثير منيحه يعني، وهدول انا السمسم هذا زاد منه يعني تقريبا بياكل معكم شيء 350 جرام سمسم، بس ما في مشكله يعني هدول بنحطهم بكيس بنحطهم بالبراد بنستعملهم مره ثانيه ما في مشكله. هلا ان شاء الله بحطهم بالفرن، وبده حراره ما بده حراره عاليه، بده على 160 بس مشان ننشفهم تنشيف. هلا بس يطلعوا ان شاء الله بقى لكم كمان قديش اخذ معي وقت بالضبط. شايفين انا هاي طلعتهم من الفرن اكل معي وقت 20 دقيقه، وانا بصراحه حطيتهم على 170 مو على 160، يعني 160 لقيته يعني اول سنه كثير تاخرت، وشوفوا يعني هي قفا شايفين، يعني ان شاء الله وصفه كثير كثير ناجحه، شايفين يعني لساتها سخنه شوي، شايفين يعني احنا هذا اللون بدنا اياه. هلا لازم اخليه يبرد وان شاء الله نفرجك اياه بصحن التقديم. هذا صحننا على النهائي، وانا حطيته بالثقه لكم اني بالرف الوسط، وشغلت عليه من فوق ومن تحت، ومثل ما قلت لكم هذا موضوع الحراره كمان يعني جد بيختلف يعني من فرن لفرن، يعني في فرن احمى من فرن، وانتم مثل دائما ان شاء الله يعني على 15 دقيقه انتم شوفوها وراقبوها، بس صارت هيك حمراء يعني لازم تطالعوها. وانا لازم يعني افرجيكم اياه ان البرازق يعني مو مثل المعمول ومثل البيتي فور، يعني لازم يطلع يعني هيك شايفين، لازم يطلع مقرمش شايفين، يعني مو ان هيك بفت لا، مشان هيك نحن بنحط له يعني بنحط له سكر اكثر بنحط له مي اكثر مشان يطلع هيك مقرمش، اذا كان هيك كثير عم يفت مثل البيتي فور ما بزبط، البرازق الاصلي لازم هيك يكون. وهذا هو ان شاء الله اللي طلبت مني البرازق، شافت الطريقه كثير سهله، وان شاء الله هي الطريقه يعني نحطه بالفستق الحلبي بعدين بالسمسم، يعني صدقوني بس مرتين ثلاثه وهي بتاخذ ايدكم بتصيروا ان شاء الله من احسن ما يكون، بس بدها هيك شوي يعني مرتين ثلاثه اول شيء بعدين ان شاء الله بتزبط معاكم. وهذا هو ان شاء الله يكون كانت الطريقه كثير سهله وبسيطه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، واللي مو مشترك بقناتنا يسوي لنا اشتراك، وان شاء الله يعجبكم وتنفذوا انتم وتطلعوا احلى، والسلام عليكم.